تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لأمور طبية صحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا الغفلي، في الإخراج ميثا بيات. صبحكم الله جميعا، الله يعطيكم العافية. ومحدثتكم اليوم في الحلقة دكتورة عاشة البسطي. نتمنى لكم بداية أسبوع وأسبوع كامل كله مليء بالإنجازات، والله يحقق أمانيكم إن شاء الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، طبية، تقذوية، صحية، ونتطرق الأمور كثيرة إن شاء الله في حلقتنا اليوم. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا التقذوي اليوم شوي مميز صراحة، اللي هي بنتكلم عن الأطعمة اللي تجنبنا الخمول والكسل. شعور بالخمول والكسل جدا شعور يضايج أي شخص، يعني يحس أنه خامل كسنان، حتى يحس أنه ما يقدر يركز يوم يكون خامل وكسنان. وطبعا التغذية لها دور كبير في هذا الشعور اللي يحس به الشخص، أو حتى الأعراض اللي يحس بها من ناحية الخمول والكسل. اليوم إن شاء الله بنتحدث عن الأطعمة اللي تجنبنا الخمول والكسل، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عاشة الرميثي. صبحك الله بالخير عاشة. صبحكم الله بالنور جميعا. هلا عاشة. طبعا كنا عارفين الشعور بالخمول والكسل جدا ما مريح، وما حد طبعا يحب هالشعور، والتغذية طبعا تلعب دور كبير طبعا في هالشيء. فممكن تحثينا أكثر عن الأطعمة اللي بتجنبنا هذا الشعور؟ أكيد إن شاء الله. طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الجميع يعاني من مشكلة الخمول والكسل. تقريبا هاي المشكلة ما تقتصر على فئة عمرية معينة. بغض النظر طبعا عن الأمراض، نحن اليوم بنتكلم عن التغذية وبنركز عليها بشكل أكبر، لأنها لها الدور الكبير في توفير العناصر الغذائية والفيتامينات اللي تعزز الطاقة اليومية. في البداية بنتعرف عن الأطعمة اللي تسبب الخمول والكسل. عندنا طبعا ما هالشيء ما يخفى على حد، الوجبات السريعة. عندنا الوجبات السريعة مثل المعروفة اللي هي مثل قطع الدجاج المقلي، البطاطا، البرجر. هاي الأطعمة معروف أنها خالية من العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات المعالجة والكثير من السكريات. فأكيد الأطعمة اللي تحتوي على هاي العناصر أكيد بتسبب لنا الخمول. عندنا الشيء الثاني المواد الغذائية المعلبة. المواد الغذائية المعلبة تكون محتوية على الكثير من الدهون المتحولة والكمية كبيرة من الصوديوم. فأي مواد تحتوي على هاي الكميات من هاي العناصر أكيد بتسبب لنا خمول. أيوة. عندنا الأطعمة أو المشروبات اللي تحتوي على كمية كبيرة من السكر. السكر مشكلته أنه يزود الجسم بطاقة بشكل مؤقت، مما يسبب في إفراز الأنسولين، وبعدين سرعان ما هاي الطاقة تنخفض، فأنت تحتاجين تزودينها بكمية سكر أكبر زي زودتيها في الفترة اللي قبلها. عشان شي الشخص أول ما يشرب شيء سكري سبحان الله يحس بطاقة ونشاط. بالضبط. وعقب فترة يبتدي يخمل جسمه وتحسين بخمول وكسل في الجسم كامل. بالضبط. فإحنا يوم بنزود نفسنا بالطاقة أو بنحاول نتجنب هاي المشكلة، نحاول نزود نفسنا بالأطعمة اللي هي ممكن تعطينا طاقة مدى اليوم. صح. أوكي. فشو هي الأطعمة اللي ممكن تعطينا هاي الطاقة على مدار اليوم؟
عندنا مثل الأطعمة اللي هي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات اللي هي المعقدة. عندنا أول شيء اللي هي مثال على ذلك عندنا البطاطا الحلوة. ايوه البطاطا الحلوة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المركبة، بالإضافة إلى الألياف بتكون غنية بالفيتامين سي. عندنا مثلا عندك المكسرات فيها خليط من الألياف والدهون الجيدة والبروتينات. عندنا البيض، البيض يعتبر مستودع من البروتين. طبعا إذا بدينا يومنا ببيض فممكن أن هذا يمدنا بالطاقة لين نص اليوم، صح فتحسين بنفسك أن لا أنت نشيطة لين نص اليوم تقدرين تكملين يومك. صح حتى الواحد يحس بشبع لفترة طويلة، مع يعني إذا كل البيض على الصبح وكلام، يعني على أي بالضبط وجبة. بالضبط. عندنا عسل النحل الطبيعي، عسل النحل الطبيعي يعتبر غني بالكربوهيدرات أيضا. عندنا الفطر، الفطر يعتبر غني بالحديد. عندنا السبانخ، عندنا الحبوب مثل بذور الشيا واليقطين تعتبر غنية بالمعادن والألياف والبروتينات. عندنا سمك السلمون غني بالأوميجا 3 والفيتامينات. فإذا زودنا يومنا بهالعناصر اللي هي تكون مفيدة والغنية بالفيتامينات فإحنا ممكن نتجنب الخمول والكسل. ممتاز. وهالأشياء تقريبا متنوعة، يعني حتى في طول يومنا يعني نقدر نستخدمها في أي وقت. على الوجبات تقريبا، إيه على الغيوق، على الغداء، على العشاء. وحبيت أنصح بعد المستمعين أنهم يتناولون دائما وجبات متوازنة غنية بالخضار والفواكه والبروتين المطهي بطريقة صحية طبعا. وأنهم يمارسون الرياضة على الأقل 30 دقيقة بشكل يومي، ويهتمون طبعا بترطيب الجسم، أنهم يشربون لترين من الماء أقل شيء في اليوم، وينظمون يومهم بحيث نومهم بحيث أن ساعات النوم لا تقل عن 6 ساعات. طبعا صح، هذا هذا النوم يكون في الليل. صح، هذا من أهم الأشياء، لأن في ناس يكون نومهم متقطع أو نومهم ساعات قليلة، فيعني حتى لو ضاف الأكل، والأكل اللي بيقلل الخمول بيتم جسمه بعده تعبان، لأن نقطة النوم عند يعني فيها مشكلة أنه ما ينام بالقدر الكافي. بالضبط، أو ينام في النهار بدل الليل. أيوة هذا صح، هذا نقطة جدا مهمة عاشة ذكرتيها بخصوص النوم، لأنه جدا يعني مهمة. يعني صح، في ناس حتى لو ما بتنام يعني بتنام جزء يعني أقل عن اللي يحتاج جسمها، بس المشكلة شو، بتتعوض بالأكل، يعني تاخذ لك مشروبات سكرية زيادة، مشروبات غازية زيادة، بس أساس تعطيها الطاقة. بس نفس ما ذكرتي أنت في البداية، المشروبات السكرية في أول فترة بنحس بنشاط، بس بعدها بنحس بخمول، يعني بيرجع لنا الخمول. بالضبط، أو يعتمدون على شرب كمية كبيرة من الكافيين، لأن صح هذا الشيء اللي بينشطني طول النهار. صح وانا هذا لاحظت بعد انت غلط. ما ذكرتيه، يعني ما ذكرتيه من الاشياء اللي ما تسبب لنا الخمول. هو بشكل عام أنا قريت بعض الدراسات أنه بالعكس أن الكافيين ممكن يسبب لك خمول أكثر، اكثر من فأنت انك تحتاج. نشاط للجسم. إيه بالضبط. صح. بالنسبة كذلك عاشة بالنسبة للكميات اللي ياخذها الشخص، مرات صحي هاي الأشياء بتقلل الخمول، بس بعد زيادتها ما أعرف شو نقطة فنقطة زيادتها، إذا كليت بكميات كبيرة بتسبب لي كذلك الخمول. بالضبط، فعشان شيء أنا ذكرت أنه لازم يكون وجبات متوازنة. صح التوازن في كل شيء لازم يكون موجود. يعني حتى بالنسبة خلينا نقول أنا ذكرت البيض، بس أيوة طبعا البيض مثلا تكون بيضة واحدة على الفطور، مو بلازم أنا آكل 4 بيضات عشان أنا يعني أمد جسمي بالطاقة، صح لا. فتكون بيضة واحدة، تكون الوجبة متوازنة، يكون فيها نوع من الكربوهيدرات مثل ما قلنا مثلا خبز أسمر مع بيضة واحدة، يكون معاي كوب حليب، فتكون هاي الوجبة كلها متوازنة. صح فبهالطريقة أنا أخذ احتياجي من الفيتامينات والمعادن على الصبح، فأقدر أنا أكمل يومي. وتكون متوازنة من كل الجهات، يعني انت اللي ذكرتيه ما شاء الله كل شيء، يعني تقريبا الفيتامينات سواء المكسرات، البيض، العسل، يعني ذكرتي تقريبا كل شيء، الأشياء اللي تجنبنا الخمول، وكذلك بالنسبة للوجبات المتوازنة. عاشت كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام. أتمنى أن المستمعين يقيدون باللي أنا قلته اليوم، ويحافظون دائما على صحتهم،
عشان يتجنبون الخمول والكسل في اليوم. إن شاء الله، خاصة أنه يأثر على يوم الشخص كامل الشعور بالخمول يأثر على والكسل. مزاجهم بعد. أيوة هذه صح، يأثر مو بس على المزاج كذلك. بالضبط. فإذا في يدنا أشياء وايد نقدر نسويها عشان نتجنبها، ليش لا؟ وأشياء بسيطة أقدر أسويها في أي وقت. عاشر رميثي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو، الله شكرا يسلمك، حبيبتي. مع السلامة. مثل ما حدثنا أخصائية التغذية عشاء الرميثي بخصوص الأطعمة اللي تجنبنا الخمول والكسل، وصح الخمول والكسل وايد يأثر سواء على مزاج الشخص أو حتى على ما أن مزاج يعني ما يكون يعني مرتاح في مزاجه، فأكيد بيأثر على يومه بشكل كامل سواء عمله أو سواء بيته. فهذه النصايح نتمنى يعني أنها استفدتوا منها إن شاء الله وتطبيقها كذلك، أساس الواحد يحس دائما بالنشاط في جسمه وفي يوم إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراد لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، نحييكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله على أي مداخلات، استفسارات، اقتراحات، حياكم الله. هذه أرقام التواصل وياكم خلال البرنامج إن شاء الله. وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج. الحين طبعا وقت الإجازات الصيفية، في مدارس خلصت وفي مدارس بعدها، يعني نتمنى لهم التوفيق، طلبة المدارس والجامعات كذلك اللي بعدهم يمتحنون. فتركيز الناس أكثر شيء في فترة الإجازات على السفر. طبعا من أهم يعني، وما يحلى السفر إلا إذا كان الحمد لله كل أموره متيسرة، وكانت خلال رحلة السفر الشخص يعني كان بكامل صحته وعافيته. طبعا أصعب شيء إذا الشخص تعب وسار لأي مستشفى أو عيادة خلال السفر، لأنه طبعا يوم يومين بيكون متأثر طبعا. فاليوم نحن بنتحدث أكثر عن السفر الآمن وللأطفال المصابين بداء السكري. نعرفين الأطفال المصابين بداء السكري يكون النوع الأول، فيحتاجون الاهتمام شوي أكثر، خاصة أن معتمدين على الإنسولين، وجباتهم تتغير في فترة السفر، وأشياء كثيرة إن شاء الله بنتطرق لها اليوم خلال هذه الفقرة. وفي نفس الوقت بنتحدث عن مستشفى لطيفة وقسم وأهم المشكلات الصحية كذلك اللي تعترض الأطفال المصابين بداء السكري، وتجهيزات مستشفى لطيفة في بخصوص مرضى السكري من النوع الأول في الأطفال. اليوم بتكون ويانا الدكتورة ليلى عبد الرحيم، استشاري أمراض قدد وسكري أطفال في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، نشكرك على المقدمة الجميلة. شكرا دكتورة، تسلمين. بما نفس ما تفضلتي ان الحين موسم سفر، واحنا عندنا طبعا الكل يبغي يسافر، وعندنا حالات اطفال عندهم سكري النوع الاول، فحبينا شوي نركز على النصائح اللي تخصهم في السفر. اكيد، وفي السفر الواحد يبغى يعني خاصه الاطفال يعني ما شاء الله يعني طاقه، ويبون يطلعون ويسيرون ويتحركون، فحتى يوم او يومين يكون مريض وتعبان ياثر على العائله ككل، مو بس على الطفل نفسه. بالضبط. طبعا كتعريف بالبداية، الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول يعانون من نقص في هرمون الأنسولين، وهرمون الأنسولين هذا يجب تعويضه، وطرق التعويض تختلف. في حد يستخدم إبر أقلام، طبعا تقنيات تطورت في هالمجال، قبل كان كله إبر بس الحين أقلام عشان نخفف الخوف على الأطفال، أو بعضهم عندهم الأجهزة الإلكترونية اللي هي الأجهزة اللي تعطي الأنسولين عن طريق البامب، المضخة أو البامب. نعم، المضخة أو البامب بالضبط. عندنا أول خطوة أن الطفل يكون مع الأهل، يكونون مراجعين طبعا مراجعاتهم، ويكونون عارفين الجرعة. هذا أهم شيء، أن تكون الجرعة عندهم يعني معروفة، ما يخمنون فيها. أيوة هذا صح، جدا مهم هي عدم التخمين. النقطة الثانية الحين التجهيز. التجهيز لازم يتأكدون أن كل مستلزماتهم وياهم،
وأهم شيء أدوية السكري تحفظ باردة. فأبغي أنبه على كل عائلة عندهم طفل سكري بيسافر أن يكون عندهم الشنطة الحافظة للحرارة، اسمها كول باك، في أنواع طبعا مختلفة، هي نفس يعني إحنا الحين ما شاء الله جونا حار، فمعظم الأهل عندهم حتى حق شنطة المدرسية عندهم حافظ للحرارة، فتقريبا هي معروفة ومتواجدة في كل البيوت لأن ما شاء الله جونا حار، فأعتقد الكل عنده هاي الشنطة. هي مش خاصة بس تكون حافظة للحرارة، مرات يكون فيها جل أو يكون فيها مثل القالب أساس يكون بارد ويكون يبرد على الشنطة من داخل بالكامل. بالضبط، هذه جدا مهمة أن يشيلون الأدوية فيها، هاي نصيحة جدا مهمة. النصيحة الثانية هي أن الحين خاصة إذا أول مرة بيسافرون أو الطفل بشخص جديد، أن يخافون أن المطار ما يسمح لهم أن يشيلون وياهم الأدوية لأن فيها إبر. صح. نعم، معظم المطارات الحين تعرف حتى معظمهم خلاص عندهم علم أن كل الإبر اللي تخص السكري مسموح، يعني بمجرد ما يثبتون أن الطفل عنده سكري إذا عندهم أي ورقة من أي نوع مكتوب أن الطفل عنده سكر خلاص ما يمنعونهم ولا يطلبون رسالة إضافية أو رسالة خاصة، فهي يطمن الأهل أكثر، يطمن الأهل إذا ما لحقوا مثلا يأخذون ورقة والحين بيسافرون فلا يحاتون. ممتاز، لا يحاتون لأن المطارات عندها علم مسموح سامحي لهم أن يشيلون ياهم إبر السكري، والمفتشين والموظفين هناك مدربين أن كيف أشكالهم وشو أساميهم فهم يعرفون. وهي نقطة جدا مهمة دكتورة اللي ذكرتيها، حفظ الدواء نفسه، لأن الدواء إذا ما كان محفوظ بطريقة صحيحة يعني بيفسد، وأنك تاخذ دواء يعني ما بيعطيني مفعول، بالعكس يمكن ضرره يكون أكثر من حتى فايدة الجسمي. بالضبط، هاي بالنسبة للتجهيز أو أثناء التواجد في المطار. أيوة. نعم. النقطة المهمة الثانية أن المجهود البدني يختلف في السفر. صح. والأغذية اللي يعني يمكن تكون متواجدة في السفر تكون شوي تختلف، فلازم يكونون هم متواصلين مع أخصائية التغذية أساس أن يكونون فاهمين كيف يحسبون نسبة الكربوهيدرات اللي موجودة في جرام الوجبة أو الحصة، يعني أغلبهم مدربين بس أن ما ينسون أن حتى في السفر لازم ينتبهون للحصص الغذائية وكمية الكربوهيدرات اللي موجودة في الوجبة. صح. حتى لو الواحد يبذل مجهود، يعني ذكرتني انت بالبدايه، حتى لو الواحد يبذل مجهود بعد ان اكله وحسب الكربوهيدرات بعده، يعني جدا مهم. بعده جدا مهم. عندي مراجعين يجون مثلا ويقولوا لي عقب الصيف يقولوا لنا دكتوره واحنا مسافرين السكر كله اعطانا قراءات اللي هي المفروض تكون يعني بين 70 و100 ملي جرام اللي هو الرقم المثالي. أيوة. للأطفال، فهذا بعد يلاحظونه في السفر لأنهم يتحركون أكثر فيه، فالارتفاعات تكون عندهم أقل. وحبينا بعد ننصح أن في حال أنهم بيسافرون لا ينسون أن في يعني إذا المسافة طويلة لا ينسون أنهم يأخذون جرعتهم، يتذكرون أن الوجبة مهمة في وقتها الصحيح، يعني أن توقيت السفر أو توقيت الطيارة أو وقت تقديم الوجبات أن ينتبهون عليها، أن لا يتريون أوكي بعدها ما نزلت الوجبة، لا، يعني طفل السكر لازم يكون نوعا ما ملتزم بوقت الوجبات لأن ملتزم بوقت إعطاء الأنسولين. صح، هذه نقطة بعد جدا مهمة في السفر. صح، أساس ما يتعرض لا لارتفاع السكر ولا كذلك لهبوط السكر، للهبوط ولا أن يفقد العلاج مثلا، يفقد الجرعة، ينسى نفسه أنه مسافر أو في الطيارة وعشان الوجبة ينسى يأخذ الجرعة. صح، خاصة إذا هو متعود في وقت معين يأخذها. بالضبط، أو ينسى يفحص السكر وهو في السفر، يعني هاي أشياء
ممكن تروح عن 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 بالهم لأنهم مستانسين يبغون يسافرون، والحين وقت الطيارة بيلحقون على الوقت. صح، والشخص يكون ملتهي بأشياء وايدة، فتركيز يكون أكثر على الأشياء والوناس والطلعة أكثر حتى من تركيزه على نسبة السكر عنده، الأكل، الأنسولين، هالأشياء كلها تختلف كذلك. بالضبط. عندنا مرضى السكري حديثي التشخيص يمكن أن يكون عندهم في حالة اسمها حالة اللا شعور بالهبوط، أو للحين ما تعودوا أنهم يشعرون بأعراض الهبوط في السكر، فهاي نقطة جدا مهمة أنه يمكن ما يكونون منتبهين. فلهالسبب لازم يكونون الأهل منتبهين أنه يكون كم نسبة السكر في الدم. وتشيك نسبة السكر في الدم نفس الشيء، بعد فيها تطور ما شاء الله، وفي أجهزة إلكترونية فلاش سكانز، حتى ما تحتاج يعني معظم الأطفال الحين يعني ما يشيكون عن طريق باللمسة الحين، يعني الحمد لله التطور، وهذا خدم كذلك كل الفئات وخاصة الأطفال، لأن يؤلمهم كذلك أن باستخدام الجهاز أن نشيك على دمهم كل لحظة بخصوص السكر. دكتورة ليلى، عندنا مداخلة من أم خالد. صبحت الله بالخير أم خالد. صباح النور، كيف الحال دكتور عاش؟ هلا، الله يسلمك أم خالد. صحتك طيبة. الله يسلمك، شو أخبارك؟ الله يعطيك العافية، ما شاء الله، يعني الموضوع حلو زين، يعني حق السفر يعني في وقت المناسب. وبس الوحيد اللي ما ذكرته يعني حق الإبرة هذه اللي ترفع نسبة السكر، مثلا إذا حال يعني استوى هبوط سكر حاد وما في مسعفين مثلا في الطيارة وفي داخل المطار، أحيانا تكون المطارات ما شاء الله واسعة وما شاء الله دربها طويل كبيرة، أحيانا تفاجأ الواحد يهبط السكر عنده يعني ما يعرف كيف يسوي أو كيف يصرف، هناك ما تعرف كيف يعني يتعاملون معك. صح، فتضطر أنت يعني الحمد لله أن تكون هذه الإبرة موجودة معك ضرورية لازم. خلاص، نتطرق وياها الحين مع نفس الموضوع مع الدكتورة ليلى إن شاء الله. بالضبط، جزاك الله خير. الله يخليك أم خالد، شكرا أم خالد على مداخلتك. شكرا، شكرا أم خالد. نعم، هذه من النصائح الجدا مهمة. هذه اسمها إبرة الإمرجنسي كيت يسمونها، إبرة الجلوكاجون. أيوة، إحنا نوصي كل طفل عندنا أنه يكون معه هاي الإبرة دائما. احنا دائما نوصف لهم وحده يكون كت واحد يكون عندهم في البيت وكت واحد في المدرسه، وطبعا اثناء السفر ما يختلف بعد لازم يكون معاهم هذا الامرجنسي كت. بالضبط، اللي هو ما ذكرت ام خالد. صح، وخاصه ذكرنا احنا نقطه شعور بالهبوط، ومرات يكون بدون لا شعور. هذا مو بالشعور بالهبوط، هذا اذا صار اذا هبوط صار هبوط وصار اغماء. ايه، نعم لا سمح الله. نعم، دكتوره، في حاله الاغماء يعني. شو أكثر مشكلات صحية اللي تواجه الأطفال المصابين بداء السكري، وكيف يتعامل معاها مستشفى لطيفة؟ إحنا عندنا المتابعة جدا مهمة. أيوة، المتابعة عندنا عن طريق فحص معدل السكر التراكمي اسمه HbA1c. أيوة، الحمد لله حتى هذا إحنا متطورين فيه، عندنا جهاز يطلع لنا فحص معدل السكر التراكمي في خلال دقائق فقط، يعني أقل من 5 دقائق. ممتاز. اللي هو مو عن طريق فحص الدم، عن طريق أخذ عينة عن طريق الفينجر بريك يسمونها، فتطلع النتيجة مو بأنها تروح المختبر ويسحبون دم ويتريون النتيجة، لا، الجهاز يبين لنا إياه نفس الوقت، في نفس الوقت، في أقل من 5 دقائق. نعم، هذه المتابعة مهمة. نعم، ممتاز. من خلالها نعرف إذا إذا في التزام، إذا في أي صعوبات. نعم، موجود عندنا في بالنسبة لي يعني بالنسبة للأطفال اللي يعانون من مرض السكري. مرض السكري، نعم، فالطفل هنا يراجع ونعرف الالتزام في نفس الوقت يعني بدون ما يتريق. وهذا من أهم الأشياء، يعني أن بتعرفين كامل يعني من خلاله 3 شهور اللي طافوا والطفل كان ملتزم، يعني ما بين ملتزم بس يعني السكر عنده كان منتظم ولا ما منتظم معدل. نعم، وهذا نعم، تعتبر من أكبر المشكلات الصحية اللي تواجه مرضى السكري بالنسبة. نعم، مرتفع أو منخفض. دكتورة، كلمة نعم أخيرة توجهينها المستمعين الكرام خلال البرنامج. كلمة أخيرة أن بعد الهبوط وايد مهم، وايد مهم أن الأهل في السفر يشيلون وياهم وجبة خفيفة أو وجبة تعدل السكر بشكل سريع، مثل عصير أو وجبة خفيفة تحتوي على حصة واحدة من الكربوهيدرات، يعني
لازم يكون دائما معاهم قطعة حلوى أو عصير عشان في حالة الشعور بالهبوط وهم أثناء السفر ما يتريون أن يشترون وجبة أو يتريون وجبة الطيارة، ويتفادون الهبوط كذلك يعني، أو يعالجون بالسرعة. نعم، يعني في نفس شنطة اللي يشيلون فيها الأنسولين يكون فيها بعد وجبة، شيء بسيط ضروري ضروري. نعم نعم، شيء بسيط يكون فيه كربوهيدرات، هم يكونون عارفين هالشيء. نعم، فهاي الثلاث أشياء ضرورية: الأدوية، الوجبة الخفيفة دائما تكون معاهم، وقلم الإمرجنسي في حالة الإغماء. الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري أمراض غدد وسكري أطفال في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك، حياكم الله. حياك. الله يحييك دكتورة، وإجازة سعيدة للجميع إن شاء الله. للجميع إن شاء الله. شكرا دكتورة. العفو. مستمعين الأعزاء، هذه كانت فقرتنا الثانية، طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم موضوع كذلك مهم. صحة وسعادة. سمعنا الأعزاء، رجعنا لكم في فقرتنا الثالثة لبرنامج صحة وسعادة. أذكركم بداية برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. موضوعنا في هاي الحلقة، في هاي الفقرة، بيتحدث أكثر عن أهمية البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار في الهيئة، في هيئة الصحة بدبي. طبعا تمثل عملية البحوث والدراسات منظومة متكاملة في جميع المؤسسات الناجحة وفي مختلف المجالات، ولا سيما المجال الصحي اللي يستند تطوير وتحديث وانطلاقات المستقبلية على ما يمكن الوصول إليه من خلاصات البحوث والدراسات. وهذا ما تدركه هيئة الصحة بدبي اللي حرصت على تضمين هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة للبحوث والدراسات وتحليل البيانات، وهي الإدارة المعنية بالدرجة الأولى بدعم صناعة القرار داخل الهيئة، إلى جانب تعزيز توجهات صحة دبي نحو مستقبل صحة أفضل ومجتمع أكثر صحة وسعادة. في هذا الإطار يسعدنا يكون معانا اليوم على الهواء مباشرة الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ خالد. صبحك الله بالنور والسعادة. هلا أستاذ خالد، طبعا كلنا عارفين سواء في المجال الصحي أو في أي مجال ثاني أهمية البحوث والدراسات في اتخاذ أي قرار الواحد يأخذه، وإذا ما أخذنا عن طريق بحوث ودراسات يعني يكون متأكد منه ومتأكد من فعالية هذا القرار كذلك. فممكن طبعا الحمد لله وحدة من أهم الوحدات عندنا في اللي هي إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، وهي موجودة عندنا في هيئة الصحة في دبي. فممكن تعطينا نبذة عن عمل الإدارة وتقسيماتها من داخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مع الهيكلية الجديدة لهيئة الصحة في دبي اللي أطلقت في العام الماضي، تم تضمين الهيكلية إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، وهذه الإدارة تضم ثلاث أقسام رئيسية، هي قسم الإحصاء وإدارة البيانات، قسم البحوث والمسوحات الصحية، وقسم لإدارة المعرفة. هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة ومتكاملة مع بعض. فيما يتعلق بالإحصاء وإدارة البيانات، فكل بيانات وإحصائيات الهيئة والقطاع الصحي في إمارة دبي هي ضمن مسؤولية هذه الإدارة، بحيث أنها تقوم بحصرها ومن ثم تحليل بياناتها وتقديمها بمستويات مختلفة وبطرق مختلفة لمتخذي القرار للاستفادة منها، بحيث القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع الحكومي الآخر في الإمارة بوزارة الصحة، كل هذه البيانات متوفرة لدى قسم الإحصاء ووفق بنود معترف بها أو متعارف عليها دوليا، يتم حصرها وإصدار ما يسمى بالكتاب الإحصائي السنوي أو التقرير الإحصائي السنوي.
طبعا هذه الإحصائيات وهذه الأرقام والبيانات لابد أنها تكون ذات فائدة لمتخذ القرار، وأيضا تصب في مجال إجراء بحوث ودراسات علمية تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الصحي في إمارة دبي. لذلك القسم الآخر، قسم البحوث والدراسات والمسوحات الصحية، يقوم بالاستفادة من هذه البيانات وتحويلها إلى أبحاث ودراسات صحية ومتعلقة بالمنظومة الصحية، تدعم متخذ القرار وتساعد على تلمس فرص التطوير والتحسين في القطاع الصحي وفق معطيات البيانات والإحصاءات في إمارة دبي. وعلى أساسه يعني هالشيء دور كبير، يعني شغلكم مثبت بإحصاءات يعني، وعلى أساسه بلا شك. بلا شك. الرقم لا يكذب أختي. الرقم دائما دليل على جودة أو فرص تحسين للقطاع الصحي. من ضمن ما نقوم به في قسم البحوث والمسوحات، نقوم بتنظيم المسح الصحي، وهذا يتم بكل 4 سنوات، وفي بعض المسوحات تتم كل 2. هذا الهدف منها أيضا معرفة الوضع الصحي لإمارة دبي من خلال بيانات ما تكون متوفرة من خلال السجل الصحي للمريض. وقمنا قبل أيام بانتهاء من هذا المسح الصحي، وبإذن الله تعالى خلال أيام سنقوم بالإعلان عن نتائج هذا المسح الذي يهم كل مواطن ومقيم في إمارة دبي إن شاء الله. وإضافة إلى ذلك، هناك قسم المعرفة، وبحيث يتم تبادل المعارف المتوفرة في الهيئة وإتاحتها متى ما تمت الحاجة لوجودها وبالسرعة المطلوبة. تقريبا على عجالة وعلى اختصار، هذه هي الأقسام الثلاثة في الدائرة وفي الإدارة التي تعنى بالمسوحات والأبحاث والدراسات والمعرفة. أستاذ خالد، أنت بداية ذكرتنا جزء بسيط بخصوص تكامل الأدوار بين أقسام الإدارة، يعني بخصوص البحوث والمسوحات كيف تعتمد على الإحصاء، فممكن تشرح لنا باختصار بس يكون بالتفصيل بخصوص تكامل الأدوار بين هذه الأقسام عندكم في الإدارة نفسها؟ طيب، أنت الآن لما تقوم بأي بحث علمي أو تقدم أي معلومة لابد أنها تكون مستندة إلى أرقام وإلى إحصائيات دقيقة. أكيد. فما يقوم به قسم الإحصاء من حصر للبيانات وتحليل البيانات يعني يفيد في عملية البحث، بحيث الباحث يلجأ إلى هذه الإحصائيات وهو مطمن أنها إحصائيات دقيقة وبيانات صحيحة معتمدة على أسلوب ونظام إحصائي دقيق، ومعتمد أيضا على برامج إحصائية عالمية تقوم الإدارة بالالتزام بها. عندما يقوم الباحث بكتابة بحثه المستند إلى إحصائيات دقيقة، تكون نتائج هذه الدراسات قريبة جدا إن لم تكن يعني دقيقة جدا وأقرب ما تكون إلى الصحة، فيتم بعد ذلك نشرها ضمن نشرات أو ضمن كتيبات أو ضمن يعني كتب تقرأ من قبل الباحثين ومن قبل الحابين أنهم يطلعوا على الوضع الصحي. فيقوم إدارة المعرفة أو قسم إدارة المعرفة بتمكين القراء من خلال نشر هذا الكتاب بعد ما يتم حصر بياناته، وبعد ما يتم كتابته في أسلوب بحث علمي دقيق، وبعد ما يطبع يتم نشر وتوفير هذا الكتاب للقارئ الذي يحب أن يقرأ في مجال الصحي أو يحب أن يعرف معلومات وبيانات عن هيئة الصحة في دبي أو عن القطاع الصحي في دبي أو عن الوضع الصحي في إمارة دبي. هذه البيانات وهذه الإحصائيات المستندة إلى حقائق علمية
تحفز على الاستثمار في القطاع الصحي، تحفز على ايضا اللي حاب انه ينتقل الى اماره دبي او انه يسكن في اماره دبي او انه يستثمر في اماره دبي ويقرا هذه البيانات المعتمده على احصائيات دقيقه، يطمئن ان المسؤولين عن القطاع الصحي لا يألون جهدا في البحث عن الاحصائيات وفي تقديم البحوث التي تعزز من وضع الصحة في الإمارة ومن ثم في دولة الإمارات بشكل عام، وكذلك على تطوير نفس الشيء، تطوير المكان أو تطوير القطاع الصحي عموما. نعم. في الإمارات بلاش. يعني خاصة أن بحوثكم والمسوحات وايد تعتمد على الإحصاء، ونفس ما قلت أستاذ خالد الرقم لا يكذب، يعني أنا على أساس هذه البحوث وعلى أساس هالإحصاء أنا بسوي خطة كاملة لتطوير قطاعي، وهذا يعني يدل إذا ما على المجهود الكبير اللي أنتم قاعدين تسوونه في الإدارة نفسها، وكذلك على حب التطوير اللي هو يوم بعد يوم موجود الحمد لله. يعني خلال الأسبوع هذا إن شاء الله سوف ينتهي التقرير الإحصائي، أيضا احنا انتهينا من التقرير المسح الصحي، أيضا انتهينا تقريبا من التقرير الإحصائي اللي ينتظرونه كل العاملين في القطاع الصحي حتى يعرفون مدى تطور القطاع الصحي بين العام الماضي والسنة هذه أو بين العام الماضي والسنة اللي قبله، لأن هذه المؤشرات تدفعهم إلى مزيد من إيش من الاستثمار في القطاع، مزيد من مثلا التركيز على بناء على معطيات الأمراض ومعطيات المشاكل الصحية، في وين الحاجة إلى تكامل الخدمات الصحية، ليش أنا أعمل أو أضيف خدمة هي متوفرة بكثرة في حين أن هناك خدمات أخرى تحتاج إلى تعزيز وإلى تمكين. فهذه يساعد حتى المستثمر، يساعد حتى صاحب المركز الصحي أو المستشفى الخاص أنه يقرأ بياناته ومن ثم يحفزها ويطورها بناء على هذه المعطيات وعلى تطوير يعني تطوير كذلك بيئة العمل، تطوير كذلك يعني بالنسبة لأي مرض التطوير فيه أو تطوير القطاع الصحي نفسه. نعم 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 صحيح. دكتور نحن بالنسبة لأهمية وقيمة البيانات والمعلومات وإدارتها وتحليلها لنجاح أي منشأة، فشو هي أهمية هاي يعني نطرق أكثر بالنسبة أهمية لأي منشأة موجودة عندنا منشأة صحية؟ طيب أنا اليوم مثلا في التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي مبني على حاجة المجتمع إلى التحسين وإلى التطوير، إلى حاجة المجتمع إلى زيادة الخدمات وفق مثلا زيادة نسب المرضى لا سمح الله أو زيادة عدد السكان أو مثلا تطور المرض من وضع إلى وضع. هذه البيانات من وين أنا بجيبها أو أستقيها إذا لم تكن هناك إحصائيات وفق معايير عالمية؟ أنا لما أقول أنا محتاج إلى أن أنشئ مثلا مركز متخصص مثلا للأمراض السرطانية وفق إحصائيات تدل على زيادة عدد لا سمح الله عدد المصابين أو عدد المحتاجين للرعاية هذه أو إلى نوع متخصص من العلاج، أنا مثلا محتاج مثلا لمركز الكسور والإصابات وفق مثلا إحصائيات تدل أنه مثلا هناك أعداد كبيرة يقوم مثلا دولة بإرسالها للخارج، فإذا حتى أقل من المصاريف أو حتى يعني أخفف من معاناة المرضى أنشئ مركز متخصص للإصابات وهكذا. هذه الإحصائيات تساعد التخطيط للخدمات الطبية في الإمارة، أيضا البحوث تضع اليد على مواطن الخلل أو على أماكن التطوير والتحسين المطلوبة وفق معطيات عالمية وفق مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات في العالم. الباحث يرى الأرقام ثم يبحث عن آلية تطويرها وفق ما تقوم به دول أخرى في نفس المجال أو في نفس المشاكل الصحية التي مرت بها. هذه الأمور مثل ما قلت أختي تساعد على وضع اليد على مكان المشكلة ومن ثم تطويرها وتحسينها وفق مثل ما قلت أفضل المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات عالميا. ممتاز ممتاز.
أستاذ خالد، طبعا في أكيد جهات وهيئات متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالبحوث والدراسات، فممكن تعطينا نبذة عن الجهات والهيئات اللي متعاونة في نقطة البحوث والدراسات؟ طبعا هناك جهات كثيرة، هي جهات بحثية نحن نتعاون معها، بدءا من منظمة الصحة العالمية، هي المؤسسة الأم للقطاع الصحي على مستوى العالم، فنستفيد من خبراتها، ونستفيد من تقاريرها، ونستفيد من خبرائها أيضا في تطوير الجانب البحثي لدى الهيئة وفي الإمارة. كذلك الأمر، هناك مؤسسة بمجال الإحصاء، هي مؤسسة مركز دبي للإحصاء، نقوم نحن بالتعاون معهم في تنظيم قضايا متعلقة بالمسح الصحي، فهم لديهم الخبرة ولديهم الإمكانيات من باحثين ميدانيين يساعدوننا في عملية المسح الصحي. ممتاز. أيضا التعاون معهم في قضايا التدريب كوادرنا في الجوانب الإحصائية والبحثية. من المؤسسات التي نتعاون معهم في مجال البحث ومجال الإحصاء ومجال الدراسات وزارة الصحة، وهي أيضا المؤسسة الأم في الدولة للقطاع الصحي بشكل عام، ولا نتعاون معها ومع مركز الإحصاء والأبحاث تابع لهم. أيضا هناك الجامعات، جامعة الإمارات، جامعة محمد بن راشد، جامعات الشارقة وغيرها من المتخصصين في مجال البحث الطبي، نتعاون معهم في تنظيم بحوث ودراسات مشتركة، أو في تقييم بحوث، أو في نشر بحوث من خلال أيضا مؤسسات المتعلقة أو متخصصة في نشر الأبحاث العلمية. هناك جهات كثيرة نتعاون معهم في مجال مشروحات سعادة المتعاملين، هناك أيضا في مجالات المعرفة، هناك ممتاز. مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة أيضا نتعاون معهم في مجال المعرفة، مؤسسات متخصصة في القراءة ونشر القراءة نتعاون معها سواء في إمارة دبي أو في الإمارات الأخرى أو خارج الدولة، لمزيد من التنسيق والتفعيل والتطوير فيما يتعلق بمجالات البحث العلمي والمعرفة وأيضا الإحصاء والبيانات. ممتاز. يعني الجهات اللي ذكرتها اللي تتعاون معاها الهيئة في ما يتعلق بالبحوث والدراسات ما شاء الله يعني كبير، سواء داخليا يعني في الدولة أو سواء عالميا، يعني منظمات نعم الصحة العالمية، نعم وهذا يعني يبرز المجهود الكبير اللي توليه الهيئة وتولون أنتم، يعني يعطيكم ألف عافية صراحة على المجهود، أن تبادل الخبرات البحوث، يعني الموضوع يعني ماخذ أهمية كبيرة اللي كبر أهميته كذلك. يعني أنا كموظف أو كعامل في القطاع الصحي يعني أعرف شو أهمية البحوث، يعني كيف يعني البحث نفسه بيطور من القطاع الصحي بشكل كبير إن شاء الله. نتمنى لكم بلاش. كل التوفيق أستاذ خالد. أستاذ خالد، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. يعني أقول للمستمعين الكرام بأن هيئة الصحة وقيادتنا تولي الصحة، صحة المجتمع، أهمية كبيرة، وتولي الإنسان بكافة انتماءاته العرقية، توليه الأهمية بدليل أن كل ما يخطط له مبني على إحصائيات ومبني على بحوث علمية وطبية، وتوفر الدولة من خلال هيئة الصحة في دبي أو وزارة الصحة الاتحادية أو مؤسسة الصحة في أبوظبي وغيرها من المؤسسات الصحية، توفر لهم كافة الإمكانيات للتخطيط السليم لتطوير القطاع الصحي، فليكونوا يعني مطمئنين بأن دولتنا تضع من أهم أولوياتها صحة المجتمع. أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو أستاذ، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله،
وننتظر نتيجة المسح الصحي إن شاء الله قريبا، اللي على أساس أشياء كثيرة إن شاء الله بتكون في تطور مستمر إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت. أشكر فريق العمل وياي اليوم، في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج ميثا بيات. تحياتي دكتورة عاش البسطي، نلقاكم باكر إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.